السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين شواذ أم العربي، اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد العصير. هذا العصير بالسويله أولا الشمام، كنحتاجو فيه نصف لتر ديال عصير البرتقال طازج يعني فخي، وغادي نحتاجو ليه واحد وحده ديال الشمام ولا السويله. بعض المرات كنحلو السويله وتلقاوها محلواش مزيان باش تكال، ما فيها باس نديروها بحال هكا عصير. غادي نحتاجو واحد ياغورت نكهة الفاني هذا، وغادي يحتاجو شويه ديال السكر فاني، جوج مربع ديال الجبن، وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده. والسكر سنيده كتبقى على حسب الذوق ديالكم. في الخلاط الكهربائي دايره انا العصير ديال البرتقال، غادي ندير السكر، هذوك جوج قطع ديال الجبن، غندير الياغورت، غتقولوا لي واش نديرو شي نكهه اخرى ديال الياغورت، هي من الاحسن. هذا ديال الفاني هو اللي تيتواتى معاه مزيان. غادي ندير السويله ديالنا، غادي ندير القليل من السكر الفانيلا، غادي نخلط هذا الشيء مزيان في الخلاط الكهربائي وغادي نقدموه بالصحه والراحه. العصير ديالنا هو هذا من خلطنا. بزاف كيسولوني على هذا الكاس، يعني منين واخده هذا الغراف. هذا كنت ديجا واخده واحد بحاله في البيض من بيم، كيجيبوهم في بيم بزاف، ولكن هذا واخده غير من واحد السيد كنتصاحب معاه، كناخذ من عندو الاواني هكا المعل. غادي نفرغو، كيجي على هذا الشكل، كيجي عاقد شويه، وكان يستحسن ولا يفضل يتشرب هذا العصير بارد. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروحكم، وهكا الوليدات اللي ما تياكلوش السويله كفكره ديال العصير تجي لذيذه بزاف، وكيبرد العطش حتى هو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروحكم وتنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. نتمنى هذا العصير يعجبكم، وان شاء الله غادي نتلاقاو في سلسله عصائر اخرى اللي سهله وبسيطه وحتى لاخر لحظه ونوجدهم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.